المشوار مازال طويل، وهنا بشوفوا معناها موازين القوى الموجودة بين ثلاث فرق في الأسبوع هذايا. النجم الساحلي فاز في مباراتين على فرق كبيرة، وإن كان النادي الإفريقي ماهوش النادي الإفريقي اللي واجهناه احنا في الديربي، ماهوش في أفضل معناها حالاته. دونك هذه المباراة الثالثة مع فريق كبير بطبيعة الحال، ف سوبريماسي معناها نتاع المرحلة الأولى باش تكون بين ثلاث فرق، فإن شاء الله نكونوا في مستوى الحدث وعاقدين العزم باش نكونوا في مستوى الحدث.